بخصوص الفيديو اللي منتشر، اشهاب حضنها، اشهاب مدري شنو، بطلوا سخافات، بطلوا عقليات قذرة. على فكرة كل من يرى الناس بعين طبعه، يعني اشهاب حسبة ولدي، ياهل ياهل امسكه من اذونه، اتغشمر معاه، انصحه، اسوي له. انتوا ليه متى كذي؟ بفهم على فكرة، يعني مهما سويتوا لويا، مهما تكلمتوا، مهما ما حتهزون شاعرة من عندنا. حياتنا وإحنا ولدها اكبر مني، يعني عيالي اكبر منا. استفعلوا بيوكم جد، شنو تفكيركم؟ مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. بعدين على فكرة شنو، انا قاعد اكلم سوسوية ليه سحبني كذي وحط شي الكاميرا يبين كذي؟ بلا سخافات، بلا عقليات وسخة، بلا تفكير وسخ. بس جد ستوب، يعني ليه متى انتوا؟ ليه التفكير؟ وين توصلون؟ أكدت منظمة الصحة العالمية